اليوم ان شاء الله الوحده الرابعه بتحكي عن الباس سيمبل والباس كونتينيوس، وفيها قطعتين. القطعه الاولى بتحكي بس عن الباس سيمبل، يعني مثل امثله على الباس سيمبل. القطعه الثانيه فيها كلمات انتم مطالبين تحفظوا معناتها بالعربي والانجليزي زي ما جاكم في النصفي، تيجي كلمات عبيها فراغ او كلمات تعمل ماتش مع المعنى تبعها بالانجليزي. اليوم ان شاء الله بناخذ القطعه الاولى والقطعه الثانيه. القطعه الاولى طبعا تحكي عن الباس سيمبل. الباس سيمبل مش بتكون يا جماعه التصريف الثاني للفعل او التصريف الثاني للفعل، وعندنا واز وير لما تكون ايش برضو واز وير هي التصريف الثاني لايش لا ام واز وار. ام واز الماضي منهم، واز وار وير مدل اجا، فهذه تيجي لحالها بتكون ايش الزمن ماضي بسيط. اي واز ان كايرو لاست يير، انا كنت. they were in cairo last year الماضي بسيط لان اجت هنا was were، ما جاتش فعل مساعد، اجت فعل رئيسي في الجمله. واضح؟ في عندنا كلمات داله على الماضي البسيط، قلنا هن اربعه. شو هن؟ yesterday last ago والسنوات 2010 2020، كل هذا يعتبر في الماضي. ago وback نفس الشيء، 3 days ago or 3 days back نفس المعنى. شوف عنا في صفحة 54، خلينا نشوف التصريف الثاني للأفعال الموجودة. went إيش التصريف الأول منها؟ go. spent التصريف الأول منها؟ spend بالدي. اللي مش عارف يكتب حاجة يقول لي عشان أكتبها، بس أنت ما شاء الله شطرات يعني. shoes double O shoes يختار. cut ايش التصريف الاول؟ cut. met meet double E. sank يغرق غرق sink بالاي s i n k. read read زي ما هي read read read. swam swim بالاي. took take. ate eat e a t. won win بالاي. thought think. brought bring with you a cup of coffee مثلا. خلينا نشوف هنا في واحد بيحكي عن ايش صار معاه في يوم نحس، فبيحكي عن ايش صار معاه امبارح، يعني كل الاحداث حتكون ايش باس سيمبل. بس باس سيمبل مرضه ممكن يكون معاه باس كونتينيوس، ممكن يكون معاه باس بيرفكت. كيف؟ قلنا شو الماضي الماضي المستمر باس كونتينيوس، شيئين حدث في الماضي ولكن احدهما كان حاله استمراريه. انا امبارح رحت على غزه او جيتك على البيت وانت كنت نايمه، كنت تجلي، كنت تجري، كنت بتعملي شيء، كنت في حاله ايش استمراريه. او امبارح الساعه 4 المساء حددت الزمن في الماضي، انت كنت مثلا سايقه الفزبه او سايقه سياره او تعملي شيء. واضح الكلام هذا؟ الماضي التام هي شيئين حدثين في الماضي ولكن احدهما انتهى قبل الاخر. انا امبارح رحت على غزه وقابلت عمي. انو اللي صار قبل؟ رحت على غزه. I had gone to Gaza and met my uncle. واضح؟ يعني برضه الماضي ممكن يكون معاه ماضي، الماضي البسيط ممكن يكون معاه ماضي مستمر وماضي تام حسب السياق. لو دمجت مثلا فعلين مع بعض بس واحد خلص قبل الثاني، الثاني الاول بيكون ماضي تام والثاني بيكون ماضي بسيط. طيب لو دمجت فعل كان في حاله استمراريه وفعل في الماضي، واحد بيكون ماضي مستمر وواحد بيكون ماضي بسيط. هي بدي اقرا القطعه هذه، كل جمله بدي اقراها بدي تقولوا لي وين الفعل وايش الزمن. الفعل بتحطه تحت خط. يسترداي بدا الفقره بكلمه يسترداي، يعني ايش؟ هنا ماضي بسيط. يسترداي اي هاد ا فيري رف داي، كان عندي يوم صعب. had اللي هي التصريف الثاني من ايش؟ من have او has. I got up early to go shopping. انا صحيت مبكرا عشان اروح اتسوق. got up من ايش؟ من get up.
But as soon as I stepped out of the door, لكن لحظة خروجي من الشقة, when stepped, من step out, يعني أخرج, يتخطى. It began to rain. بدأت تمطر في الماضي. Began, من begin. So I had to go back to the apartment and get my umbrella. كان علي أن أرجع إلى الشقة وأجيب الأمبريلا. The elevator was out. المصعد كان ما فيش فيه كهرباء. إيش هنا؟ وين الفعل؟ Was. The elevator was out. I had to climb 6 flights of stairs to get to my place. كان علي أن أمشي 6 شواحط درج عشان أصل لشقتي. إيش هنا؟ Had. When I got back downstairs, لما رجعت على الطابق الأرضي, وين هنا الفعل؟ Got. I was so exhausted. Was ولا exhausted؟ Adjective, ممتاز. هنا exhausted إيش جت؟ Adjective لمين؟ للكاتب. That I had to sit down on a bench. تورست, كان علي أن أقعد على كرسي عشان إيش أرتاح. Had. By that time it had stopped raining. ماضي تام هنا. Had stopped raining في ذلك الوقت. But the ground was still wet. لكن الأرض ما زالت رطبة, عليها مية. Was. A brown cat came to where I was sitting. Came, كمان في فعل تاني. Was sitting, اللي هو إيش؟ Past continuous. أجت قطة بنية, أجت وين؟ ما أنا ما كنت قاعد, كنت حالة استمرارية, كنت مستقاعد. And begged for something to eat. وتوسلت إنها بدها إشي تأكله. اللي هي إيش؟ وين الفعل؟ Begged. توسلت. I tried to ignore her. حاولت أتجاهلها. Tried. Tried. Ignore هنا إيش؟ Infinitive. But she splashed water all over my brand new shoes. ولكن هي رشت مية على جزمتي إيش الماركة الجديدة. أنا بلتها مية. إيش splashed معناتها رشتها مية. The bus came and I was on my way to the supermarket. Came was. أجا الباص والحين أنا في طريقي, كنت في طريقي إلى السوبر ماركت. When I got to the supermarket, got, لما دخلت على جيت دخلت على السوبر ماركت, هاي شفت النحس اللي صارت وهو طالع, الحين شوف النحس في السوبر ماركت. I realized, أول ما دخلت السوبر ماركت, I realized, ماضي بسيط, I had forgotten my shopping list, إنه نسيت قائمة المشتريات تبعتي. Had forgotten إيش هنا؟ ماضي تام. So I couldn't remember everything I wanted to buy. لذلك أنا لم أستطع أن أتذكر كل شيء كنت بدي أشتري. وين الأفعال فعل؟ في فعلين ماضي بسيط. Couldn't or wanted. The cashier was too busy to help me. كان الموظف كان مشغول جدا إنه يساعدني. هنا إيش هنا؟ Was. So I gathered up a few items and carried them to the counter. لذلك أنا جمعت بعض الأغراض وحملتهم حطيتهم على الكاونتر. في فعلين هنا. Gathered, جمعت, and carried, وحملت على الكاونتر. After the cashier finished ringing up my purchase, بعد ما انهى الكاشير من رن الأغراض اللي اشتريتها, يعني بحاسبة, he finished. He gave me the wrong change. أداني الباقي خطأ في الباقي. أعطاني باقي خطأ. And stuffed my groceries into my small shopping cart. وأنا حشيت الأغراض اللي اشتريتها في عربة التسوق الصغيرة. وين الفعل هنا؟ Stuffed معناته حشى. I was not in a good mood when I left the supermarket. أنا ما كنتش مزاج كويس لما طلعت من السوبر ماركت. Was
وليفت. ما انتهاش هيك كمان النحس عنده. If that wasn't bad enough، لو ذلك ما كانش سيء كفاية، شوف ايش صار معي. هنا wasn't ماضي بسيط. I had a terrible time on a double decker ride home. كان عندي وقت فظيع او رهيب في الباص اللي من طابقين. double decker معناتها الباص من طابقين، هي صورته قبل يكون الباص من طابقين. First the double decker driver yelled at me. أول حاجة سواق الباص اللي منطبقين صرخ علي، shouted at me because I took too much time to get in on، لأني أخذت وقت كثير لما طلعت في الباص. وين الفعل هنا؟ talk من take. Couldn't he see that I had cart full of groceries؟ ألم يرى إني أنا كنت معي أغراض كثيرة؟ هنا إيش؟ couldn't who had، ماذا بسيط. Then there were no seats، بعدين ما كانش فيه هناك، لما دخلت الباص ما فيش كرسي فاضي. وين هنا الفعل؟ where. I am sure that someone on the double decker could have offered me a place to sit، أنا كنت متأكد إنه واحد من اللي قاعدين إيش يقدم لي إني أقعد على الكرسي. But everyone was so rude، لكن كلهم كانوا جلفين فظيعين. Was they pretended not to see me، هم ادعوا انهم مش شايفيني، عملوا حالهم مش شايفيني. ادعوا pretended معناتها ادعى. Pretended هي ايش هنا؟ باص سمبل. I just stood there، ظلتني واقف فقط، ظلتني واقف. Stood من إيش؟ stand. Leaned against one of the bulls and the aisles. وركزت. Leaned معناتها ركزت على أحد العمدان اللي في الممر. Put my head down. طمالت زي هيك. Put برضو ماضي بسيط. Put. And sighed. Sighed نهدت. واضح الكلام هذا؟ في عنا خمس أسئلة عليها. الأسئلة بسيطة. What means of transport does the image contain؟ إيش اللي في الصورة؟ وسيلة المواصلات اللي في الصورة إيش هي؟ double decker. Two. Do you have this type of transport in Gaza؟ No. إيش عنا؟ bus, car, taxi, van, tuk tuk. Carrot. Did you make shopping yesterday؟ ندى. Did you make shopping yesterday؟ أحسن. سؤال هيك أنت قصتيني. Yes. I purchased tomato, cucumber, and أي حاجة. Rice. How did you come back home؟ By. كيف أنت ترجع على البيت؟ By car. طب ووكينج ايش؟ لا لا اون باص 11. باص 11 مشيا اون فوت. واضح؟ طيب هاو ماتش ديد يو باي تو ذا درايفر؟ بس شيكل. وان شيكل. ايش من كتب الشيكل؟ هذا علامة ايش؟ دينار. باوند. نيو اسرائيلي شيكل مثلا 20 نيو اسرائيلي شيكل. خلينا نشوف القطعة الثانية. القطعة الثانية تحكي عن الحرب. هذا واحد من سكان البريج
بس ساكن برا. لما صار في 2014 اجتياح البريج، هو كان على اتصال مع أبوه ومع أهله، وكان إيش يقرأ من الإعلام الغربي وإيش كان يصير وإيش اللي صار. خلينا نشوف. إسرائيليز أتاك أون ماي نيبرهود، الهجوم الإسرائيلي على جيراننا. صفحة 55. A report documenting the crimes committed by Israeli soldiers in Gaza during the summer of 2014 has received a widespread media coverage lately. تقرير اللي وثق الجرائم التي ارتكبها الجنود الإسرائيليين في غزة خلال حرب صيف 2014 تلقى تغطية إعلامية هائلة مؤخرا. widespread معناتها واسع، coverage تغطية، received تلقى. But what really struck me about the series of testimonies، بس إيش اللي أدهشني أو أكثر إشي من سلسلة هذه الشهادات، testimonies شهادات الناس بيشهدوا، كل أحد يقول أنا صار معي واحد اثنين كذا أو شفت واحد اثنين ثلاثة إلى آخره. Gathered by organization، هذه الشهادات اللي جمعتها منظمة اسمها Breaking the Silence، اللي هو كسر الصمت. Breaking the Silence، كسر الصمت. Was a short section with the heading، وفي عنا قسم عنوانه Good Morning Albury، صباح الخير Albury. كان اسم العملية الاجتياح إيش هي؟ صباح الخير Albury، Good Morning Albury. البريج ريفيجي كامب is where I was born، مخيم البريج اللاجئين هو المكان اللي أنا ولدت فيه. مين اللي بيحكي؟ الكاتب. It is where my family still lives، وما زالت عائلتي عايشة فيه. I was in Dublin in the summer of 2014، أنا كنت في مدينة دبلن في سنة 2014، صيف 2014، when البريج came under the Israeli attack، لما البريج وقعت تحت الاجتياح. From Breaking the Silence Research، اللي هي هذه المنظمة اسمها Breaking the Silence، تقريرها أو البحث تبعها. I knew that an Israeli commander ordered his troops، إنه في ضابط إسرائيلي أمر جنوده to blanket bomb the area. Blanket bomb the area معناتها يدمر المنطقة. Destroy. أو full destroy. تدمير كامل. When asked what the troops should target، لما سألوه إيش الجنود إيش يستهدفوا هم داخلين، he told them to pick. To pick معناتها to choose، يختار. To choose whatever they wished، اللي بده إياه، اعمل اللي بدك إياه. إيش نستهدف؟ قال اللي بدك إياه، طفل، مرأة، رجل، شاب، سيارة، فزبة إلى آخره. Good morning Albridge، he said to two-way radio، قالها على المخشير two-way radio اللي هو ايش اللاسلكي، that greetings amount to a green light for indiscriminate destruction. هذه التحية اللي قلت صباح الخير البريج، هذه كلمة سر. ايش كلمة السر هذه؟ لما قال لجنوده صباح الخير البريج، هذه amounted بلغتهم ايش؟ الضوء الأخضر إنهم إيش يعملوا تدمير بدون تمييز، يعني بلشوا خبط قصف. Indiscriminate destruction تدمير غير بدون تمييز. The shelling القصف albeit وإن يكن brief
detail offered by breaking the silence. حتى على الرغم إنه في كان التفاصيل مش كاملة. Reminded me of a phone. هذه الكلام ذكرني في تليفون. Conversation محادثة تليفونية. I had with my dad. كان في محادثة تليفونية مع أبوي في نفس ذلك الوقت. It was July 2014. كان شهر 7 2014. The hottest month of the year. أحمى شهر في السنة. It was also Ramadan. رمضان هنا إيش هنا؟ إيش بالإنجليزي؟ مزبوط. Month of fasting. شهر الصيام. So people were fasting. لذلك الناس صايمين في هذا الشهر. My dad's voice sounded very dry. كان صوت أبوي على التليفون جاف. Like he was desperate for a sip of water. اللي كان تحس إنه كان ميت على رشفة مية. شربة مية أي حاجة. Sip of water اللي هي إيش؟ Small drink. يعني شربة خفيفة. The phone call took place around midday. كانت المكالمة هذه مع أبوي تقريبا في منتصف النهار. يعني تقريبا 12 واحدة الظهر. It only lasted a couple of minutes. وانتهت بعد عدة دقائق. يعني حكيت معه شوية عدة دقائق. The battery in my dad's phone was running out of power. لأن بطارية جوال أبوي خلصت من الشحنة. Ran out, running out of power معناتها finished أو battery is finished أو emptied فرغت فرغت البطارية. He wasn't able to recharge it. مش قادر يشحنها. Because of the constant blackout in Gaza. Blackout اللي هي cutting electricity. Constant blackout اللي هي cutting but it was long enough for him to tell me what that بس لكن كانت فترة كافية لعدة دقائق هذول انه يقول لي he my mom and seven of my siblings انه هو وامي وسبعة من اقاربي siblings اقارب including a baby ومعهم طفل would have to flee البريج later that day انهم في اخر النهار حيشردوا يطلعوا من البريج يفلي يهربوا. Israeli tanks were lined up. Lined up معناتها align مصطفى. الدبابات كانت مصطفى على الشقة الجهة الشرقية من المخيم. Israeli tanks were lined up on the east side of the camp. في الجهة الشرقية من المخيم. They were shelling every corner of the bridge. وكانوا بيقصفوا كل زاوية في البريج. قصف على طول. That is how Israel decided to wake up the neighborhood. تحس إنه إسرائيل إيش بدها؟ تصحي كل المنطقة. الجيران تبعين البريج كمان. من كثر ما خبطوا. As one sergeant put it in the breaking the silence report. واحد من الجنود قال احنا كنا بنصحي الكل. Sky fill of drones. فوق. Drones هنا ايش؟
اللي هي طائرة من غير طيار، اللي هي نقول عنها روبوت بلين، اللي هي الطيارة الآلية اللي من غير طيار، اللي هي الزنانة، أو a plane without pilot، أو طيارة من غير طيار. My dad told me that there where they were going to head for my aunt's house in دير البلح. أبوي قال لي إنه هما حيتجهوا عند بيت عمتي في دير البلح. Around 15 كيلومتر to the south. هي تقريبا 15 كيلو جنوب البريج. شمال البريج. جنوب البريج. I think it is safer there, my dad said. أبوي إيش قال له؟ أنا بعتقد إنه المكان هناك في دير البلح أأمن من إيش؟ البريج. We don't know how we are going. مش عارفين كيف بدنا نروح. طبعاً لا في سيارات ولا في زب ولا غيره. لأنه كل شيء متحرك كان إيش يقصفوه. But we are going anyway. ولكن إحنا حنروح. حنطلع من الجحيم اللي إحنا فيه. Maybe we could walk a little bit. ممكن نمشي شوية. And then hitchhike معناتها نترجل. كيف نترجل؟ إيش بتيجي مواصلات نركبها؟ hitchhike اللي هي travel freely. يعني تترجل في الطريق، يعني ممكن تمشي شوية، تركب عكارة شوية، تركب عتوكتوك شوية، تلاقي سيارة تركب، المهم إيش تصل ال 15 كيلو هذه حسب إيش المتاح. Because it is dangerous for cars to drive. إنه صعب إن واحد يسوق سيارة في ذلك الوقت، خطر. The sky is full of drones. والسماء كانت مملوءة بإيش؟ بالزنانات. And they target every single moving object. وهم كانوا بيستهدفوا كل هدف متحرك. كل هدف moving object. هدف متحرك. The tanks have not stopped chilling since 4 a.m. والدبابات ما وقفتش قصف منذ الساعة 4 المساء، 4 الفجر، يعني وحين الساعة قديش؟ 1 الظهر في منتصف اليوم، ومن الساعة 4 إلى الساعة 1 كم ساعة؟ 9 ساعات. وهم بيقصفوا. صلاح الدين رود هين طلعوا من البريج ووصلوا طريق صلاح الدين which runs across the Gaza Strip. طريق صلاح الدين اللي هي تمشي على طول قطاع غزة. was totally empty. كان فاضي تماما، فيش فيه ولا فيش فيه حركة. my dad added. أضاف أبوه. don't worry about us. ما تقلقش علينا. take care of yourself, your wife and kids. خد بالك من نفسك ومن زوجتك ومن أولادك. I really did not know what to say next. ما عرفت ايش اقول له. ابوي بوصيني بيقول لي دير بالك على اولادك وانا وين؟ في امان. I searched for words to comfort and support. انا بحثت عن كلمات عشان اريحه وادعمه. I couldn't think of any. ما فكرتش ولا في كلمه. I felt helpless. وجدت حالي اني عاجز. All I could say was مع السلامة يابا. اللي قدرت أقول له إياه في الآخر مع السلامة يابا، اللي هي goodbye dad. Would this be my last word to him? هل معقول هذه آخر كلماتي مع أبوي؟ هذا هو كان تفكيره في ذلك اللحظة. بعدين أنتوا اللي برا البلد بيكون قلقان أكثر من الداخل. يعني مثلا كان اجتياح مثلا في منطقة معينة وأنت ساكن في منطقة جنبها، بتكون قلقان على الناس اللي جوا أكثر من الناس نفسهم. الناس نفسهم عارفين إيش في عندهم. One week later، بعد أسبوع، there was something of lull in the Israeli's voices. بعد أسبوع تقريبا كان هناك في تقريبا زي فترة هدوء في العنف الإسرائيلي. lull اللي هي a pause during أو
خلينا نقول أبوز توقف مثلاً of war، توقفت الحرب مش تماماً يعني إيش يوم منه. I would be an exaggeration. It would be an exaggeration. هتكون مبالغة to describe it as a ceasefire. تكون مبالغة لو أنا قلت عنها اللي هي هدنة. Ceasefire هدنة، وقف إطلاق النار. Israel was still flying F-16 jets all over Gaza's skies, spreading fear and confusion. والطائرات الـ F-16 كانت موجودة في سماء قطاع غزة شغالة تنشر إيش؟ الخوف والذعر. People from Elbridge who like my family، الناس اللي في Elbridge اللي زي عائلتي اللي طلعوا على دير البلع على أماكن أخرى، had fled to other camps، اللي هربوا على مخيمات أخرى. Availed معناتها استفادوا، اللي هي get benefit of. استفاد استفادوا من الهدنة هذه of the lull to go back، انهم يرجعوا للبريج. They weren't intended to stay، هم كانواش ناويين انهم ايش يرجعوا، بس يروحوا يشوفوا ايش اللي صاروا بس ويرجعوا تاني. It was still too dangerous، لان الوضع لسه خطير. But to check on their homes and family and friends who had stayed behind، لكن ودي يشوفوا بيوتهم وعائلتهم وأصدقائهم والناس اللي ظلت موجودة في إيش؟ في البريج. Devastation اللي هو الخراب أو الدمار الهائل، الدمار الهائل اللي هي الهابوك. أو destruction نفس المعنى برضو. My family returned to hellish scene، عائلتي لما رجعت لمنظر جهنمي، منظر جحيمي. لما روحت شفناه مثلا في الزنة، في قزاعة، بيت في الأرض وبيت اللي واقف، بيت في الأرض وبيت واقف، بيت في الأرض وبيت واقف، طبعا مكسر التالي. It was as 8 magnitude earthquake had occurred، كأنه زلزال 8 ريختر خبط المنطقة، ضرب المنطقة. تخيلوا 7 ريختر ايش بيعمل في المدن؟ بدمر نصها. تخيل هذا الزلزال تقريبا 8 ريختر، 8 درجات من ريختر. Groves full of olive, orange and lemon trees had been burnt and bulldozed. بساتين، أشجار الزيتون والبرتقال والليمون كلها محروقة ومجرفة. بلدوزد من البلدوزر اللي هو الجراف. The little bridge that connected the east of the bridge to the west over the Gaza Valley was reduced to rubble. والجسر اللي كان بيربط شرق وغرب البريج على وادي غزة أصبح اللي هي دبش، قصفوه صار كوم دبش. رابل هي كسارة أو دبش. Many of the houses that once stood nearby were flattened، كثير من البيوت اللي كانت واقفة كانت مستوية بالأرض، دمرة. The debris of their newly bought washing machines, fridges and TVs were scattered everywhere. وحطام أو أنقاض اللي أغراض الناس اللي شريتها جديد من غسالات ومن ثلاجات والتلفزيونات كانت منثورة في كل مكان.
They saw the remains of their clothes. الناس اللي رجعت هذه شافوا باقي أواعيهم اللي فلتت من الحرق. Fortune أثاثهم. Dressers أواعيهم. Kitchen stuff أواعي المطبخ. Cars bicycles. Yet that devastation, قلنا devastation معناها تهافت. هذا الدمار was considered minor. هذا الدمار يعتبر كمان بسيط بالنسبة لحاجات تانية. Compared to how our neighbor's entire family had been wiped out. هذا كل الدمار هذا ولا حاجة بالنسبة لجيراننا اللي انمسحوا عن من السجل المدني. في عائلات انمسحت من السجل المدني كل عن بكرة أبيها راحت. يعني الزلمة الرجل وزوجته وأولاده وممكن يكون أمه وأبوه معه. Wiped out معناتها انمسحت. My grandparents صوت هاي بيحكي الحين برجع لوين للقديم من وين اجوا هم على الدير على البريج. My grandparents sought refuge in Gaza during the Nakba, the Arabic of catastrophe. كاتاستروفي اللي هي النكبة بالانجليزي. جدودي راحوا لجأوا الى قطاع غزة في عام النكبة اذا 1948. Ethnic cleansing. Ethnic cleansing اللي هو التطهير العرقي. النكبة كان في تطهير عرقي يعني كل فلسطيني كل واحد عربي كانوا ايش؟ يا بيشردوه يا بيقتلوه. Ethnic cleansing ممكن تيجي معناتها. Of Palestine. My grandfather a merchant. جدي كان تاجر. Was originally from السوافير الشمالي. كان من السوافير الشمالي. 33 kilometers northeast of Gaza. 33 كيلومتر شمال شرق غزة. Today the Israelis call this native village Shafir. سموها اليهود إيش؟ حاول غيروا اسمها لشافير. In 1935. يعني قبل ما يهاجروا. My grandfather tried to do some business in the city of Yaffa. كان يعمل شوية تجارة في يافا. There he met his lovely wife. قابلوا زوجته المحبوبة اللي هي جدتي. صبها my grandmother. قابل جدتي وتجوزها في ذلك الوقت. The violence subjected on a bridge last summer was the worst it is people had to endure since the grandparents were forcibly uprooted in 1948. ليش جاب هذه القطعة؟ حكى عن جدوده. بيقول لك لأنه العنف الذي واجهه أهل البريج في صيف 2014 كان أسوأ يعني على الناس انهم يتحملوا اكثر من ايام النكبه. Among the victims, victim اللي هي ضحيه تيجي من نفس معنى prey. Were 17 members of Abu Jaber family. من الضحايا الموجودين كان 17 فرد من عائلة أبو جابر. The youngest was 5 months old. وأصغرهم كان في السبعة شهداء 17 شهيد هذول كان واحد طفل عمره 5 شهور. I was stunned. Stunned معناتها astonished. مذهول أو surprised. Astonished معناتها مذهول. To learn that an Israeli commander, إنه في ضابط إسرائيلي, had approved that violence, إنه وافق على هذا العنف, with the words that sound, إنه nectuous. Nectuous على كلمات تعتبر تبدو إنها كويسة. اللي هي إيش اسم القصة؟ صباح الخير بريش. Good morning بريش. ابدأ قصف. Nectuous معناتها
harmless غير مؤذي. When stripped from their context. لو جردناها الكلمة هذه من سياقها، لما أقول لك صباح الخير البريج، يعني كلمة إيش هذه؟ حميدة كويسة مش مضرة، لكن هو قاصد فيها إشي مضر. Good morning البريج. خلينا نشوف الأسئلة اللي عليها وخلص اليوم. أسئلة اختيار متعدد، 6 أسئلة. Where did the writer's family live? البريج. كان مخيم البريج. 2. What did good morning البريج refer to? ايش تعني كلمة good morning البريج؟ اللي هي ايه؟ اعطاء ضوء اخضر للقوات الاسرائيلية ان ايش تقصف قطاع غزة اللي هي تقطف البريج. A green light signal هي إشارة ضوئية خضراء لإنهم يدمروا تدمير بدون تمييز لمخيم البريج. 3. Why wasn't the dad able to recharge the battery of the mobile? Because of the constant cut out. A blackout on Gaza. 4. Where did the writer's family head to avoid Israeli shelling? وين توجهوا عشان يتجنبوا القصف الإسرائيلي؟ دير البلح. They headed to دير البلح. اللي هي رقم C. 5. Why did the writer describe the devastation as a hellish scene and as if an 8 magnitude earthquake had occurred? ليش وصف انه الدمار كانه ايش؟ منظر جحيمي او زلزال 8 ريختر ضرب المنطقه. Because many of the houses were flattened to earth. كثير من البيوت سويت بالارض. 6 اخر وحده. Where did the writer's grandparents originally come from? سافير الشمالي. اللي هي from السوافير الشمالي 33 كيلومتر north east of Gaza، شمال شرق قطاع غزة 33 كيلو. بكرة إن شاء الله بننهي الوحدة هذه. هذه الوحدة هي القطعتين هذول يعني هي اللي بياخذون وقت، الباقي حيكون شوي على الماضي البسيط، شوية أسئلة على الماضي البسيط وعلى الماضي المستمر. في نقاط بسيطة بدنا ناخذها. إيه؟ مش هتاخذ نص ساعة بكرة. بكرة أنت محاضركم بدري على 9:30 صح؟ ما بقدرش أخركم. معي كولاب، في يوم مش هناخذ نص ساعة بكون مخلصينها يعني، كل القصص حاجة والله بسيطة جدا. على used to while when وافتر وبيفور. افتر ايش معناتها؟ بعد. وبيفور. خلصنا.